عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ورد من خلال عندنا كلام مهم جدا على ذكر باغي نبارطاجيه معكم في هذا الفيديو. كذلك راح نشارك معكم الاخبار الرسميه والصحيحه فقط، لانه مؤخرا كاين اخبار مضروبه على ذاكره متداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع اخباريه كبيره بخصوص العقوبات التي سلطت على سامويل ايتو والشاب الذي تعرض للضرب من سامويل ايتو. كذلك عندنا كلام مهم جدا راح نبارطاجيه معكم كما قلنا ذاكره في هذا الفيديو، كل التفاصيل راح تعرفوا عليها. فاذا كنتم تشاهدونا للمره الاولى، رجاء لا تنسوا اشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. أعزائي الكرام، قبل الدخول إلى صلب الموضوع نشارك معكم إعلان يعني يهمكم أنتم أعزائي الكرام، ونعود من بعدها. أما خوتي جبت لكم موقع رهيب جدا خاصة لعشاق كرة القدم، وبالطريقة اللي راح نشاركها معكم راح تفوزوا بجوائز قيمة كثيرة جدا. طبعا أعزائي الكرام، كل مرة يعني شركات كبيرة وكثيرة حاليا يعني في مونديال قطر سنة 2022 تقول لك توقع لي نتيجة المباراة الفلانية وتدخل معنا في السحب باه تفوز بجوائز معينة، سواء مبالغ مالية أو أيضا هدايا مثل آيفون آخر طراز. وانت دائما تكون عندك توقعات غير صحيحة، ففي هذا الموقع الذاكرة وبالتقنية نتاعو اللي خدامين عليها يعني يعطيك نتائج جد متقدمة في التوقعات. استعمل هذا الموقع راح تدخل يعني وتفوز بهذه الجوائز، وما تستعملوش هذا الموقع في الحرام على الذاكرة، استعمله في هذه الطريقة لأنها جيدة جدا. وطبعا الذاكرة هذا الموقع دار يعني تطبيق في نظام الاي او اس والاندرويد، إذا باغيين تيليشارجيو التطبيق على الذاكرة ما عليكم، عليكم غير تسكانيو الباركود الظاهر أمامكم. وهيا بنا الآن إلى الشرح الخاص بهذا الموقع. طبعا هذه هي واجهة هذا الموقع. أول شيء نديره هو نفتح حساب في هذا الموقع الظاهر أمامكم، وطبعا حاليا نروح لمونديال قطر سنة 2022، هذا المود الخاص بكأس العالم. هنا في هذه الخانة عندنا كل ما يتعلق بالمونديال، مواعيد المباريات وكل شيء كل شيء. هنا أعزائي الكرام نقطة مهمة جدا، قادرين تربحوا 100 دولار إذا راح تجاوبوا على هذه الاستبيانات الظاهرة أمامكم، وإذا كانت صحيحة راح تفوزوا بمبالغ مالية. هنا عندنا معظم الأخبار التي تتعلق بالمونديال، توقعات التشكيلة المتوقعة، توقعات المباريات والى اخره، واخبار كثيره جدا متعلقه بالمونديال. هنا عندنا يعني المجموعات، وهنا عندنا كل شيء يتعلق تقريبا بمونديال قطر سنه 2022. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، هنا زي كرام عندنا المباريات، تاريخ المباريات وموعد المباريات بالتدقيق، وعندنا كل الدوريات العالميه كما تشاهدوا اعزائي الكرام، اي دوري يخطر في بالك كاين ومتواجد في هذا الموقع. كذلك اعزائي الكرام في هذه الخانه عندنا المباريات المطروحه والتوقعات الخاصه بهذا الموقع، لانه هذا الموقع يعطيك توقعات جد متقدمه، ودائما اعزائي الكرام ما تكون التوقعات نتاعهم صحيحه، وكما قلنا فيها كل الدوريات العالميه. وهنا عندنا بعض التوقعات المجانيه اللي اعطاها لنا هذا الموقع، دارنا لانه هذا الفريق الظاهر امامكم هو اللي راح يتفوق على خصمه في هذه المباراه. وهنا اعزائي الكرام عندنا ملوك التوقعات، هذوما اللي راح يساعدوك باه يتوقعوا معاك النتيجه المتوقعه بقوه لكل مباراه. فما تنساوش تحملوا التطبيقات نتاعهم الخاصه بنظام الاندرويد والاي او اس، وكل الروابط الخاصه بهذه التطبيقات تجدونها اسفل هذا الفيديو. طبعا اعزائي الكرام ندخل الان الى صلب الموضوع. مؤخرا انتشرت العديد من الاخبار تتعلق ب عقوبات سلطت من طرف الفيفا على سامويل ايتو، البعض يقول لك عاقبوه، والبعض يقول لك باللي انه رحلوه لبلاده، البعض يقول لك يعني باللي انه لم يعاقب سامويل ايتو والى اخره، يعني كل واحد وش راه يتكلم. ولكن الرسمي هو انه بعد تلك الحادثه الفيفا مباشره اتصلت بسامويل ايتو وطالبت ايتو بالاعتذار عن هذا الحدث المؤسف، وايتو تواصل مع الفيفا وحاول انه ما يقدمش هذا الاعتذار، ولكن الفيفا اجبرت سامويل ايتو على الاعتذار بعد عده مراسلات بين الطرفين، والفيفا اطلعت وقرات ذلك النص الخاص باعتذار سامويل ايتو قبل ان ينشره ايتو على شكل بيان رسمي في موقعه الرسمي، وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي الرسمي الخاصه بايتو. وكذلك ايتو كان يتمتع بصفه سفير للفيفا وكذلك سفير لمونديال قطر سنه 2022، وكان مهدد بفقدان هذه الصفه في حال عدم تقديمه هذا الاعتذار. فالعقوبة حاليا من طرف الفيفا التي سلطت على سامويل ايتو هو انه هددوه يسحبوا منه صفة انك انت سفير للفيفا وكذلك سفير لمونديال قطر سنة 2022، لازم تعتذر باه يعني تحس ان الصورة نتاعك اللي عكستها مؤخرا مع هذا الشاب الجزائري. اما بالنسبة للعقوبات ضد سامويل ايتو ما كانش هاديا على الذاكرة، ما كان ولا عقوبة سلطت على سامويل ايتو. حاليا مازال ايتو على الذاكرة يعني نجم في عين الفيفا مارغري انه اقترف ذلك الشيء الشنيع. اما بالنسبه لاعتذار سامويل ايتو على الذاكره اللي تكلمت عليه الفيفا واللي ضغطت عليه باه يبارطاجيه مع الجماهير نتاعو على الذاكره كاعتذار رسمي من طرف سامويل ايتو، ما كانش اعتذار، كان اعتذار لفان تاع سامويل ايتو برك، اللي يحبوا سامويل ايتو ويشجعوا سامويل ايتو. اما بالنسبه للسيد اللي ضربوه على الذاكره ما اعتذرش ليه، بل بالعكس
راح حذر الاتحاد الجزائري لكرة القدم مارغري أنه الاتحاد الجزائري ما عندوش دخل في هذه القضية. شاب جزائري مقيم في قطر يعني تلاقى بسامور ايتو، سقساها على بكاري قساما، صار بيناتهم نزاع، واش دخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم في هذه القضية؟ قال لك لا لازم تحكموا لي سبورتور نتاعكم. فهذه فضيحة عزيزي الكرام بالنسبة للفيفا وسامويل ايتو. الفيفا ما عاقبتوش لحد الآن، وكذلك سامويل ايتو عزيزي الكرام ما زال يتمتع بكل حقوقه. أما بالنسبة للأمن يعني ما زال ما شفنا ولا يعني تحرك من طرف السلطات القطرية. ولكن الشيء اللي بلوكالي مخي عزيزي الكرام هو أنه في الكاميرون يطالبون سامويل ايتو بالمثول للجنة التأديبية التابعة للاتحاد الكاميروني لكرة القدم. هذا العضو عزيزي الكرام السابق في يعني الاتحاد الكاميروني لكرة القدم والذي حاليا هو يعمل كصحفي قال باللي أنه لازم على سامويل إيتو المثول للجنة التأديبية التابعة للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، ترك رئيس اتحاد كاميروني لكرة القدم لازم تروح لهذه اللجنة تتأدب ويعني تعترف بالأقوال نتاعك واش درت مع هذا السيد بهنط بيناتكم هذا يعني الشجار الكبير. فحاجه اللي بلوكات لي مخي انا زي كرام هو انه راني نشوف بزاف في انتع الجزائريين ولاد بلادي ما تضامنوش مع السيد هذا اللي يعني ضربوا سامويل ايتو، وسامويل ايتو ما عندوش مبرر عزيزي كرام، ما عندوش مبرر يعني يخليه يقترف ذاك الخطا الشنيع والوحشي ضد هذاك السيد عزيزي كرام. السيد ما نعرفه، ما عندي لا كونتاكت معاه لا والو، ولو كان حتى جا يعني تونسي ولا من اي بلد اخر يكون عندي نفس رده الفعل، ولكن زد بزياده هذا ولد بلادي، اذا ما وقفتش مع ولد بلادي يعني صراحة هذا كان بروبلام كبير. وخاصة أنا نشوف صحفيين إعلاميين كبار زي كرام جاو كونتر يعني ذلك الجزائري وبرئوا سامويل إيتو اللي اعتادى بوحشية. فلنفترض أنه هذاك الصحفي اللي برأ سامويل إيتو هو اللي كلا الضرب من سامويل إيتو، راح يبدي يبكي ويلعب هايت مسكين وإلى آخره. وطبعا زي كرام هنا عرفت باللي أنه أنا اللي كنت رايح يعني كمتطوع في مونديال قطر سنة 2020 وكان حتى التقيت سامويل ايتو راح يكون عندي نفس ردة الفعل زي كرام. سقسي على باكاريغا ساما، دي حاجة باينة، واي جزائري اعتقد باللي انه كان يفعل نفس الشيء اذا تلاقى سامويل ايتو، لو كان حتى ما يصورش يتلاقى به فصفص وسقسي على باكاريغا ساما وراح ينفعل سامويل ايتو ويتضربوا. ولاد بلادك ما راحش يوقفوا معاك للاسف الشديد، شفناها زي كرام. انا استغربت والله غير استغربت انه ولاد بلادي ما وقفوش مع السيد هذا اللي انضرب، ولو كان جا واحد اخر عزيزي كرام لشفنا القيامة ناضت. ولكن بما انه شاب جزائري ولاد بلاده ما وقفوش معاه فما بالك اعزائي الكرام يعني الناس الاخرى. ولكن لو كان جا اجنبي، لو كان شفنا اعزائي الكرام الفيفا تخلطت على هذا الانسان فبروبلام كبير اعزائي الكرام رانا قاعدين نشوفه حاليا. اما بالنسبه لهذا الفرنسي ومعلق قنوات كانال بلوس، ما عرفتش كامل واش دخلوا اعزائي الكرام، شوفوا صرح، صرح قائلا من الواضح ان هذا اليوتيوبر اتى لاستفزاز سامويل ايتو وانا اضع المسؤوليه على جمال بالماضي الذي قدم هذه الاتهامات بعد المباراه الفاصله بين الجزائر والكاميرون لانه لم يهدي الجزائريين، لم يهدي عفوا من الجزائريين الذين يغلون قليلا. يعني قال لك بالماضي زاد نرفاهم، كيفاش بالماضي تكلم كلمه الحق؟ بالماضي تكلم عن الملف نتاع الجزائر والكاميرون قال باللي الحكم ظلمنا، وكما رانا عارفين باللي انه الحكم ظلمنا مالغري انه كانت هنالك اخطاء فنيه من بالماضي واللاعبين، كما متفقين على هذا الشيء عزيزي الكرام اعتقد 50% بالماضي و50% من باكاري قاسام، وكاميرونيين اعترفوا باللي انه رشاو الحكم باكاري قاسام، فبحسب الناس العديد من الاهداف. وهذا الصحفي قال لك لا بالماضي هو اللي في العيب، انا احمل المسؤوليه اللي بالماضي. كيفاش بالماضي؟ بالماضي هو هذاك المشجع روح ودير هذا الشيء مع سامويل ايتو، ولا بالعكس بالماضي دائما ما يحث الجمهور الجزائري يعني حتى ما يسيفليش على يعني نشيد المنتخبات اللي تكون كونتر ليكيب ناسيونال. فانا ما فهمتش هذا الفرنسي واش دخلوا، وقال لك لا يعني نورمال مو بهذه التصريحات نتاعو، يقول لك لا بالماضي ما كانش لازم عليه يعني يشتكي ضد التحكيم. وانتوما تكلموا عن المنتخب الفرنسي، انا الرد نتاعي حول هذا الصحفي، المنتخب الفرنسي مؤخرا حتى هو شتكى الفيفا بسبب التحكيم، روح شوف بلادك من بعد روح تكلم على الجيري. انا هذه ما فهمتهاش خوتي، ما يتكلمش على بلاده اللي راحوا ضد التحكيم وتشتكاو للفيفا في هذا المونديال عزيزي الكرام. شوفوا الفيفا تعترض على الفوز التونسي وتشتكي للفيفا بعد الغاء هدف جريزمان، ورحتوا تشتكيو ضد الحكم للفيفا وتدخل لي بالماضي اللي حرمنا به ما تاهلوش انت خاطر يعني تاهلتوا وما تكلمتش على هذا الموضوع، ولكن احنا اللي حرمنا سامويل ايتو وبكاري قاسما به ما تاهلناش للمونديال هو وكذلك بعض الاخطاء الفنيه تاع الماضي واللاعبين. يعني راك تقول لك لا بالماضي ما كانش عليه لازم يتكلم، تهل بلادك من بعد روح للبلادات الاخرين. هذه هي الرساله نتاع الذاكره لهذا الحثالة، هذا واحد من الحثالة الذاكره مع كل احتراماتي للمشاهدين. اما بالنسبه الذاكره لمصادر اخرى اكدت لنا قائله لم يحكم الفيفا بعد عن سامويل ايتو ذلك الشجار
الذي بدر منه ضد هذا المشجع الجزائري. نورمال معزائي الكرام، الفيفا تتخذ الاجراءات القانونيه ضد سامويل ايتو. سامويل ايتو راه يعكس صوره الفيفا، راه يعكس صوره الاتحاد الكاميروني لكره القدم، وراه يعكس صوره قطر اعزائي الكرام والتنظيم القطري، لانه راه سفير مونديال قطر سنه 2020. نورمال مو يتعاقب، ولكن اعتقد باللي انه العقوبات راح تكون بعد مونديال، بعد نهايه هذه الطبعه في قطر، به ما تنوضش مشاكل كثيره. على كل حال، لحد الان لم يصدر اي قرار بالنسبه للمشجع الذي تعرض للضرب. حسب مصادر كثيره، اكدت ان الفيفا منعت هذا الشاب وحرمته ان لا يشاهد اي مباراه داخل الملعب الخاصه بمونديال قطر سنه 2022، يعني وقفوه به ما يزيدش يشاهد المباريات. ولكن في نفس السياق، هذا الشاب اكد باللي انه لحد الان ما وصلني ولا ايميل من عند الفيفا قالوا لي باللي ما لازمش تشاهد المونديال. ننتقل الان ذاكرا في عجاله الى الخبر الموالي. الخبر الموالي يتعلق بتصريحات هذا الصحفي الذي اكد لنا قائلا الفيفا تطلب من 4 حكام افارقه مغادره المونديال، هم الجامبي باكاري غاساما وسيكازوي وكذلك بعض يعني الحكام الاخرين و6 حكام مساعدين وواحد من الفار. وهذا الشيء اعزائي الكرام مباشره بعد الحادثه الخاصه بسامويل ايتو. باكاري غاساما عنده دعم كبير جدا من طرف الفيفا والكاف، ودائما ما كانوا يدافعون عن باكاري غاساما في اي مباراه، يعني يشتكوا ضد باكاري غاساما كانوا يدافعوا عليه. ولكن بالرغم من ذلك، اليوم بعد الحادثه اللي صارت بسبب باكاري غاساما، هذاك الشاب الجزائري كي ذكر باكاري غاساما تخلطت الحاله اعزائي الكرام. فكي تخلطت مباشرة شفنا هذا القرار، باكاري غاساما تم ابعاده من مونديال قطر سنة 2022. بالنسبة لي هذا حاليا اذا كان الخبر صحيح هو طرد لباكاري غاساما من المونديال، في انتظار توضيحات يعني من القدام. ان شاء الله عزيزي الكرام التوضيحات راح تظهر في قادم المواعيد. وكان هذا الفيديو، خبرونا لكم صندوق التعليقات، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.